ناطرتك كل الوقت. صحي ما دلوقتي؟ أنا بحاجة أحكي معك فواز. ماشي خليها الصبح. معلش كرمالي فواز. أول ما اتحركوا خفت لا يكون سامع حد فينا ولا حس بحركة حد. يا خرابي لو كان شاف ولا لمح حد فينا. احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ دلوقتي المهم حد فيكم سمع أي كلمة بتقولها له؟ لا صوتها كان واطي قوي. والنعمة شايفة ما في أوطى منها الواطية. أه والله يا أختي يا موكوسة هتكون بتقول له إيه غير إنها بتتنحنع يا هبلة. بقول لك إيه يا أختي؟ هم إخواتك قالوا لك إيه بالظبط؟ قالوا لي إن هم فضحوا أبوها قدام الحاج وان كلامهم صادق وعندهم الدليل. بس كده بقى نقف عند الكلمه دي بقى. اسكيوز مي بقى، هو بقى يا اختي ليه ما طردهاش طردت الكلبه هي واهلها؟ دخلت الحاجه عليها مش مريحاني، مبسوط رايق مش متنكد، في زباله. لا يا اختي مش زباله والله، ده كان طالع على فوق يعني اكيد كان هيبات عند واحده فينا. يا عبيطه يا عبيطه، ما هي بردك مش سهله البت سوسه، خدته كده على مشامه اول ما دخل راحت مصطاده ومطلعه على فوق بدل ما يدخل عند واحده فينا. يا عبيطه يلا يا خايبه، ما احنا كنا لازم نسمع اللي بيقولوه عشان نفهم هو بيفكر في ايه. اسمع لنا سهله دي قوي، اتفضلوا معايا يلا بينا نتصنط على الباب. يلا اتفضل. لا يا اختي حض الله بيني وبين التصنيط، خلاص كفايه اللي حصل لك. ايوه يا خايبه بس احنا لازم نعرف عشان نفهم. استني استني. مين؟ انا زينب يا ستي. عايزه يا بنتي يا زينب حاجه مهمه. دخليها. مش عايزه. خش يا اختي انت لسه هتبقى في ايه؟ انت عايزه احكي لكم على اللي سمعته. ما تطلعي ساعتها ليه؟ ماما قالت لي شو صار مع البابا. في اشياء كتير لازم تعرفها حتى تكون رايحة الضمير اتجاهك. ايش يا زي ايه بقى؟ البابا طلب من الماما انه تخليني اتجسس عليك، كل شيء اعرفه عن شغلك ابقى بلغه اياه. وانت قلت لها ايه؟ طب رأيك شو قلت لها؟ انت حبتيني بجد ولا انت ايه حكايتك بالظبط؟ بالأول كانت فرصة لإلي مثل حياة لبنت، حياة لبنت عندها أحلام كتير وحابة تحققها. فجأة طلع الإنسان اللي بيقدر يحقق لها كل شيء قدامها، فتركت خطيبي. كنت بتحبيه؟ لو كنت بحبه ما كنت تركته لو معك كنوز الدنيا كلها. حب بيعمل أشياء غريبة بالبني آدم، شي بحياتي ما عرفته ولا صدقته غير من فترة قصيرة. كلامك الليلة دي غريبة أوي، مش قادر أفهمه غير كل كلامك اللي قبل كده. أنت نفسك حاسك كأنك واحدة تانية، إيه اللي بيحصل؟ ما بعرف، أنا نفسي ما بعرف شو بني فواز. أنا مني إنسانة بشعة تركت خطيبة كرمال أغنى منه. حتى لو المصاري كتير مهمة عند حياة لحدا، بس الست بالذات لما بتحب عن جد بتنسى كل شي قدام لحظة سعادة مع اللي بتحبه. اسمعي يا مايا، كل اللي بيني وبين أبوك انت مش هينفع يكون في حياتي تاني، وانتي قدامك الاختيار، يا تعيشي معايا وتنسيه يا تروحي معاه وتنسيني. كرمال كل لحظة حلوة عشتها أنا وياك، كرمال كل لحظة حب عشته أنا وياك فواز. آخر كلمة بقول لك إياها، طلقنا يا فواز. لا تخانق معي ولا بهدلني ولا حتى جيب سيرتكم بشي عاطل. كل اللي عمله إنه خيرني بينكم وبينه، وكانت النتيجة إنه طلقني. نفس اليوم يا فواز؟ نفس اليوم؟ يبقى هو هيك قصد يدمرني ويبهدل عائلتي. أي يوم؟ شو بتقصد يا بابا؟ احكي يا سليم،
انت من ساعة ما رجعت من برا وانت مانك عباضة حتى من قبل مايا ما تيجي وتعرف بمصيبتها. يا جماعة البنك حجز على كل مصرياتي وبيروت اعلنوا افلاسي. شو فلست؟ فرصة العمر ضاعت والسبب ابن هالكلب. فواز ما اذاك بشي، انت اللي كان بدك تبيعه للناس ببيروت. على فكرة فواز عارف كل شي، عارف اللعبة من أولها لآخرها، هو اللي قلع هالحكي. قلت لك إنه ما نسافر؟ قصدك مش عبيط يا ماما، نحن اللي تمعنا وهينا هلأ عم ندفع الثمن. حما تصلك صلاة، أمي ولامي القلقتي، أمي! أنا أصلاً ما بقى طايقة العيشة هون، أنا رايحة على بيروت، بركي برتاح منكن. يلا! وأنت كمان هتسافري معها، والشقة هيدي راح بيعها عشان اعمل من مصرياتها مشروعي. بدك تبيع البيت اللي لا منا؟ شو بدك ياني عقبه للنسوان؟ انا لازم اشتغل مشان حل كل المصايب اللي فوق راسي. تعا معنا هوني، ما بدي اتركك لحالك. فاتيه فهميني، فواز الصياد فلستني بهدلني طلع بنتي، فهمي لازم اعد له هون وخلص كل مشاكلي معه، وبعدين شوف مين فينا حيضحك في النهايه.